بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. أول أسئلة هذه الحلقة من المستمع بشير حامد، مقدم سوداني الجنسية، مقيم بالمنطقة الغربية. بعث في رسالته عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل تصلي الزوجة خلف زوجها أو بجانبه إذا لم يكن هنالك أحد يصلي معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا صلى الرجل في البيت لعذر شرعي يجيز له الصلاة في البيت، أو صلى صلاة نافلة، العذر لصلاة الفريضة، لا يصلي في البيت إلا من عذر، لأن الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان له عذر يمنعه من الصلاة في المسجد فإنه يصلي في البيت، أو كان يريد أن يصلي نافلة، النافلة في البيت أفضل، فللمرأة أن تصلي خلفه، لا تقوم إلى جنبه، وإنما تكون خلفه، لأن هذا موقف النساء خلف الرجال، كما قامت أم سليم رضي الله عنها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف أنس واليتيم الذي معهم، قام أنس واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت أم سليم خلفهم، دل على أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. هل يعود هذا بفضل يا شيخ على المصلين؟ يكون في أجر المتابعة، يكون في أجر المتابعة، أما الجماعة فلا تنعقد إلا برجلين فأكثر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخ بشير حامد في سؤاله الثاني: ولد طفل حي وبعد ساعة توفي ثم دفن، ولكن لم يصلى عليه إلا في اليوم الثاني، جاء رجل وذهب إلى المقابر وصلى على هذا الطفل، هل تجوز هذه الصلاة وبماذا توجهون حيال مثل ذلك؟ نعم، الطفل إذا ولد حيا أو سقط وقد نفخت فيه الروح، سقط ميتا بعد نفخ الروح فيه، فإنه تجب الصلاة عليه، لأنه يأخذ أحكام الجنائز، فدفنه من غير صلاة هذا خطأ كبير. وإذا فاتت الصلاة على الجنازة قبل الدفن فإنه صلى عليها في القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعله هذا الرجل، قد أحسن فيه، جزاه الله خيرا. نعم، ولو طالت المدة يا شيخ؟ إلى شهر. نعم، الحمد لله. أو إذا لم يغلب على الظن أنه قد تحلل جسمه وصار ترابا. نعم. يقول في سؤال الثالث والأخير: هل يجوز للمرأة في الغسل أن تمسح رأسها 3 مرات أو ترشه كاملا بالماء إلى فروة الرأس؟ المسح إنما هو في الوضوء، ومرة واحدة يمسح الرأس، مرة واحدة في الوضوء. أما في الاغتسال فإن الرأس يجب غسله وغمره بالماء حتى يتروى ظاهر الشعر وباطن الشعر، ولا يبقى شيء من الرأس لم يصل إليه الماء. نعم. حد الممسوح في الوضوء يا شيخ إلى أطراف الشعر؟ يعمم الرأس بالمسح من المقدمة الرأس إلى قفاه. نعم. دون ما استرسل من شعر المرأة؟ دون ما استرسل. نعم، حسن الله إليك. الأخت راء لام بعثت رسالة فيها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: ما حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده، حيث إنها تأتي هذه الكدرة والصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين، وقد يكون لون هذه الكدرة دما غامقا، وقد ينزل قطرات من الدم، ثم بعد أيام ينزل الحيض، وكذلك بعد الحيض حيث تطول مدة الحيض، فكيف نتيقن من انتهاء الحيض، علما تقول أنها كانت تترك الصلاة في أيام الكدرة والصفرة، وذلك على حسب إفتاء بعض المشايخ، فما حكم تركها للصلاة في تلك الأيام؟ إذا كانت هذه الكدرة والصفرة في وقت العادة، أو كانت قبل العادة أو بعد العادة متصلة بها ولم تنفصل، فإنها تعتبر من العادة، تعتبر من العادة. أما إذا حصل الطهر وحصل النقاء التام واغتسلت المرأة ثم بعد ذلك رأت كدرة أو صفرة، فإنها لا تلتفت إليه، بقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم،
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ترك الصلاة في تلك الأيام التي ترى فيها مثل ما فصلنا، إن كانت هذه الكدرة والصفرة متصلة بالعادة قبلها أو بعدها فهي منها، ليس عليها صلاة ولا يصح من الصيام. أما إن كانت منفصلة بعدما رأت الطهرة والنقاء التام واغتسلت ثم بعد ذلك حصلت عليها الكدرة والصفرة فإنها لا عبرة بها. كان في سؤالها قولها: كيف نتيقن من انتهاء الحيض؟ هذا ليس عندي، هذا عند النساء، تعرف متى تنتهي حيضته. السؤال الثاني تقول: ما حكم شراء الملابس أو التحف التي يكون فيها صور للحيوانات لكن وجوهها مطموسة؟ لا شك أن الصور محرمة ويشتد تحريمها إذا كانت تماثيل، فإن تحريمها أشد، لكن إن كانت مطموسة ومطموسة الوجوه كما ذكرت السائلة فلا حكم لها، لأنها تصبح كالشجرة وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، والطمس يكون على الوجه، فإذا كان مطموسا لا يظهر منه علامات الوجه فإنه لا بأس بتركها. في سؤالها الثالث تقول: ما حكم من كان عليه فدي فذبحه في مكة وأطعم الفقراء وأكل منه هو؟ إن كان هذا الفدي فدي جبران فإنه لا يحل له أن يأكل منه لأنه كفارة، فإذا كان أكل منه فليخرج لحما بقدر ما أكل، يخرج لحما بقدر ما أكل ويتصدق به. ولو في غير مكة؟ في مكة. في مكة لا يجزي إلا في مكة. أما إن كان هدي تمتع أو هدي قران أو هدي تطوع لا بأس أن يأكل منه، قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أثابكم الله. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم ما يسمى بعشاء الوالدين وهو عبارة عن ذبيحة أو عدة ذبائح يذبحها الأبناء لوالديهم عن والديهم سواء كان الوالدان حيين أو ميتين وينادون عليها الأقارب؟ الصدقة عن الميت مشروعة سواء باللحم أو بالطعام أو بالنقود أو بالكسوة، صدقة عن الأموات مشروعة وفيها فضل عظيم، ولكن لا يتحدد ذلك في وقت معين يظن أنه أفضل للتصدق عن الميت، بل حسب الحاجة، متى ما وجد محتاجا أو محتاجين تصدقوا عليهم في أي وقت وفي أي مكان ويصل ثوابها بإذن الله إليهم. أثابكم الله. مستمعة من الجزائر تقول: أنا أختكم في الله تعالى، أبعث لكم هذه الأسئلة راجية أن تجيبوني عليها. في سؤالها الأول تقول: أنا أصلي لكني لا أعرف إن كانت صلاتي صحيحة أم لا، وأريد أن أعرف كيف أصلي الصلاة الصحيحة. بأن تتعلم أحكام الصلاة، عليك بالتعلم، هناك رسائل مختصرة مطبوعة ومتداولة ولله الحمد، عليك بشرائها أو الحصول عليها وقراءتها ثم العمل بها. من ذلك رسالة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك في البحث عنها، وهما رسالتان في الصلاة، رسالتان في الصلاة، ابحثي عنها أو اطلبيها من يوزعونها، وفيها إن شاء الله الفائدة الكبيرة. وما أشكل عليك فاسألي عن أهل العلم. أحيانا يتعثر الحصول على هذه في بعض البقاع. لا، هي مبذولة، هي مبذولة بك، وإذا طلبت تصل إلى من طلبها على عنوانه. أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس مع العلم أني أريد وأن أكون من المتطوعين في الصيام؟ صيام الاثنين والخميس سنة، سنة متأكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. تقول في سؤالها الثالث فضيلة الشيخ: أمر الله المرأة أن تلبس الحجاب، فهل يجب عليها أن تلبسه عندما تخرج من منزلها فقط أم يجب عليها أن تلبسه في المنزل أيضا؟ وهل الحجاب وحده على الوجه يكفي أم يجب عليها أن تضع معه النقاب والقفازين؟ وهل هما ضروريان مع الحجاب أم لا؟ الواجب على المرأة أن تستر جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها سواء كانت في البيت أو خارج البيت، تستر جسمها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان عن الرجال الذين ليسوا من محارمها سواء كانت في البيت أو خارج البيت. أما إذا كانت في البيت وليس عندها رجال غير محارم أو كان عندها نساء فإنها تكشف وجهها، وما جرت العادة بكشفه كالكفين والرأس والوجه والقدمين، ما جرت العادة بكشفه عند النساء أو عند المحارم لا بأس بذلك. وغطاء الوجه لا يتعين أن يكون بالنقاب أو بالبرقع أو بالشيلة، المهم أنها تستر وجهها بأي ساتر، بأي ساتر تستر وجهها، ولا تضع ساترين، نقاب وخمار أو نقاب وبرقع، لا
لا تضع ساترين لأن هذا يشق عليه. نعم. أقولكم الشيخ تكشف ما جرت العادة بكشف عند النساء، عادة من؟ عادة المسلمين. عادة المسلمين الملتزمين. في سؤالها الرابع تقول: ما توجيهكم لمن له أقارب يعادونه ولا يكلمونه مع أنه لا يريد هذه العداوة التي جاءت بسبب خلاف بين العائلة، هل تكون صلاته وصيامه مقبولة؟ على المسلم أن يواصل قرابته وينقطعه وأن يحاول الإصلاح والصلح في ما بينهم، فإذا فعل ذلك وحاول برئت ذمته ويبقى الإثم على الممتنع، على الممتنع من قبول الصلح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هو سؤال لوالدتها تشكو فيه أنها عندما تبدأ في صلاتها تأتيها أحاديث تشغل فكرها حتى تنسى كم ركعت وكم صلت، تقول: أريد أن تنصحوني وتوجهوني فيما يشغل بالي، ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. هذا من الوسواس وهو من الشيطان، فعليها أن تستعيذ بالله في بداية الصلاة من الشيطان الرجيم، وعليها أن تحضر قلبها وتتدبر بالقرآن، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وتقبل على صلاتها. عليها كذلك لا تدخل في الصلاة وهي مشوشة الفكر، بل تدخل في الصلاة وهي مطمئنة، ليس عندها ما يشوش فكرها. نعم. ثابكم الله. مستمعة لم تذكر اسمها تقول في رسالتها: أنا ذاكرتي ضعيفة جدا وأحفظ من القرآن ما تيسر منه، وكلما حفظت جزءا وانتقلت إلى الآخر ضاع مني حفظ الأول، على أني ملازمة للمراجعة، فهل الأفضل أن أراجع الأجزاء التي حفظت وأحتفظ بها أم أتلو القرآن يوميا للأجزاء المتبقية؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا كل خير. عليك بالجمع بين الأمرين، بأن تكرري ما تحفظينه حتى يرسخ، وأن تقرأي ما تيسر من القرآن زائدا على ذلك، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف حاء، بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: قبل مدة أدخلت المستشفى وأجريت لي عملية جراحية، جلست في المستشفى مدة ثم خرجت، لم أكن أصلي في المستشفى ولا في البيت، فماذا يجب علي؟ وإذا كان يجب علي القضاء فهل يجوز لي أن أصليها في أوقات النهي التي لا تجوز فيها الصلاة؟ قد أخطأت في تركك الصلاة في مدة المرض وبقائك في المستشفى أو في البيت، لأن الصلاة لا تسقط بحال، بل يصلي المسلم على حسب حاله. المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويومئ بالركوع والسجود. الصلاة لا تسقط بحال، فأنت أخطأت في تركك الصلاة وعليك قضاؤها، عليك قضاؤها مرتبة بداية من أول صلاة إلى آخر صلاة مع الترتيب، وتصليها في الحال، وليس للقضاء وقت معين، بل كل ما أمكنك المبادرة فعليك أن تقضي الصلاة، وليس في حقك وقت نهي في هذه الحالة. نعم. ثابكم الله. يقول في سؤال الآخر: شخص يحس بانتقاض وضوئه وهو يتوضأ في حال الوضوء، هل يتوضأ كلما أحدث أم ماذا عليه؟ هذا إن كان من باب الوسواس فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا عرض له بعض الأحيان شك وهو يتوضأ فإنه يبني على اليقين. إذا كان هذا الشك عارضا وهو يتوضأ فإنه يبني على اليقين، أما إذا كان هذا مستديما وهو من باب الوسواس فإنه يتوكل على الله ويمضي في وضوئه. نعم. في سؤال ثالث يقول: هل الغسلة الواحدة تجزئ عند غسل المرفقين في الوضوء أم لا بد من ثلاث غسلات؟ الواحدة لا بد منها، وأما ما زاد عليها من الغسلتين أو الثلاث فهذا مستحب. نعم. وإذا مسح الرأس مسحة واحدة هل يجزئ؟ هو مسح الرأس مرة واحدة ولا يكرر. وإذا زاد عن ثلاث في وضوئه هل يأثم؟ نعم يأثم. هذا كل السؤال هو الثالث. نعم يأثم إذا زاد على الثلاث، ما زاد عن الثلاث فهو بدعة. نعم. ثابكم الله. يقول في سؤاله الرابع: إذا أنزل شخص منيا في رمضان فماذا يجب عليه إن كان متعمدا أو غير متعمد؟ إذا أنزل منيا بشهوة في رمضان وهو صائم فإنه يفسد صيامه، وعليه الاستمرار فيه والإمساك بقية يومه ثم يقضي هذا اليوم. هذا إذا كان إنزاله المني بتسبب منه، إما بسبب تكرار نظر أو مباشرة أو غير ذلك من أسباب ثوران الشهوة، إما تكرار نظر وإما مباشرة وإما بالعادة السرية. ففي كل هذه الأحوال إذا أنزل منيا فإنه يقضي هذا اليوم لأنه فسد. نعم. فهمكم الله. يقول: إذا دخل شخص المسجد في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد أو يصلي ركعتي الوضوء؟ وهل تجزئ ركعتا تحية المسجد عن ركعتي سنة الوضوء أو عن ركعتي سنة الفجر؟ وهل تجزئ ركعتا سنة الفجر عن ركعتي الوضوء؟ أم يجب أن يصلي ركعتي سنة الفجر وتحية المسجد ثم ركعتي الوضوء؟ أم تجزئ
تجزئ الصلاة الواحدة عن الصلاتين؟ أما صلاة النافلة في وقت النهي فهي محل خلاف بين أهل العلم وخلاف قوي، لكن من فعلها فإنه لا ينكر عليه، ومن تركها فإنه أيضا لا ينكر عليه، لأن كل وجه له احتمال وله أدلته. حسن الله عليكم. وأما أن راتبة الفجر أو راتبة غيرها أو تحية المسجد تكفي عن سنة الوضوء، نعم تكفي، وإن كرر واحدة للراتبة أو واحدة تحية المسجد والثانية للوضوء، أو بدأ بصلاة الوضوء ثم أتى بتحية المسجد أو راتبة الفجر فلا بأس بذلك، الكل عمل خير والحمد لله. لكن إن اقتصر على ركعتين فإنه ينويها للراتبة، ينويهما للراتبة، لأن الراتبة أوكد وتجزيه عن سنة الوضوء. نعم. وتحية المسجد؟ نعم. وعن تحية المسجد أيضا؟ أي نعم، الراتبة تكفي عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا شخص فاتته 4 ركعات قبل صلاة الظهر هل يصليها بعد صلاة الظهر؟ نعم كذلك؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها إذا فاتته قبل الظهر يقضيها. نعم. يقول: هل كذلك 4 ركعات قبل العصر إذا فاتت هل يصليها بعد العصر؟ لا، هذه ليست راتبة، التي قبل العصر ليست راتبة، وإنما هي نافلة مطلقة فلا يصليها بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت عبد الله العريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله.